مرحبا بكم في سبور نيوز. يجري المنتخب التونسي آخر حصة تدريبية بتونس قبل السفر غدا إلى الجابون للمشاركة في كان 2017، وتنطلق الكأس الإفريقية يوم السبت المقبل، وباش يواجه منتخبنا نظير السنغالي يوم الأحد لحساب الجولة الأولى. قررت إدارة النجم الساحلي فسخ عقد اللاعب مروان تاج بالتراضي بين الطرفين، وانضم تاج للنجم الساحلي عام 2014 قادما من فريق الأم الملعب التونسي. الهدف الأول لتشكيلة المدرب فوزي. إلى آخر أخبار منتخب كرة اليد، قبل بداية المونديال اللي باش تستضيفه فرنسا، أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد أن حارس المنتخب الوطني مروان ماجايز لن يشارك في بطولة العالم فرنسا 2017 بسبب الإصابة اللي تعرض لها خلال المقابلة الودية مع مونتينيغرو اللي دارت بكرواتيا. وأظهرت الفحوصات أن ماجايز يشكو من تمزق عضلي تستوجب فترة راحة لا تقل عن 30 يوم. مروان ماجايز يؤكد فوز المنتخب التونسي. إلى أخبار الرياضة العالمية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الفيفا خلال اجتماع مجلسه في مدينة زوريخ السويسرية زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 اعتباراً من نسخة عام 2026، وكان الاقتراح أحظى بتأييد شديد من جانب السويسري جاني إيفانتينو رئيس الفيفا، حيث تعهد خلال حملته الانتخابية لرئيس الاتحاد بزيادة المنتخبات المشاركة. وطبقا للنظام الجديد سيجرى تقسيم المنتخبات المشاركة على 16 مجموعة تضم كل مجموعة 3 منتخبات، وبذلك يزيد عدد مباريات النهائيات على الأرجح إلى 80 مباراة بدلا من 64 مباراة طبقا للنظام الحالي. إلى جوائز الفيفا لسنة 2016، نال البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في العالم بعد منافسة معتادة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والوافد الجديد الفرنسي أنتوان غريزمان. وكرم الفيفا المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري بجائزة أفضل مدرب في العالم إثر فوزه مع فريقه ليستر سيتي بلقب البطولة الإنجليزية، متفوق على الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وفرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي. نواصلوا في أخبار كرة القدم، وضمن البطولة القطرية واصل فريق الأخوية السلسلة الإيجابية وفاز على الغرافة بثلاث أهداف لصفر في إطار الجولة 15. وسجل أهداف الأخوية في الشوط الأول كل من إسماعيل محمد والمعز علي في الدقيقة 41 و44، ليختتم محمد موتاري شريط الأهداف في الدقيقة 67. إلى البطولة اليونانية، وفي الجولة 14 واجه باناتينايكوس ضيف كيركيرا وفاز عليه بهدف وحيد سجله في الدقيقة 83 الأرجنتيني سيباستيان ليتو. نمشيو لكرة السلة الـNBA، وين تفوق فريق تيمبر فولفز أمام ضيف فريق دالاس بنتيجة 101 مقابل 92. ونختم سبور نيوز برالي داكار. تقدم سائق بيجو الفرنسي ستيفان بيتر هانسل متصدر الترتيب العام لفئة السيارات في المرحلة السابعة اللي أقيمت بين لابيز وأويوني في بوليفيا، وفرضت الأحوال الجوية السيئة والأمطار الغزيرة في بوليفيا اختصار المرحلة الخامسة وإلغاء المرحلة السادسة. وأحرز بيتر هانسل المرحلة الخاصة بتوقيت ساعتين و32 دقيقة و49 ثانية بفارق 48 ثانية عن زميله ومواطنه الفرنسي سيباستيان لوب، بينما حل الجنوب أفريقي جينيل ديفينيز سائق تويوتا ثالثا بفارق 3 دقائق. وفي فئة الدرجات أحرز الأمريكي ريكي برابيك سائق هوندا بتوقيت ساعتين ودقيقتين و5 ثواني. إلى اللقاء.